السلام عليكم. اليوم رجعنا لكم بموضوع جديد وتكمل المحاضرات، هو إيجاد الحد المفقود. اليوم عندنا هذا السؤال، يقول جد الحد المفقود للمقدار التالي. سؤال 51 من الفصل الثاني يقول 4 في تربيع زائد 8 في زائد فراغ. هذا الفراغ هو شنو يمثل؟ يمثل الحد الأخير بالسؤال. احنا سبق أن أخذنا الحد الأوسط، فاليوم راح ناخذ الحد الثالث اللي هو آخر حد. هنا عندنا شغلة واحدة قبل ما نبدأ بالحل، القانون هو بي اكس يساوي 2 تحت جذر اي اكس تربيع في سي. هنا القانون مثل ما تلاحظون لا توجد به اشارات مثل ما موجود بالبي اكس، يعني زائد او ناقص لا توجد. كذلك في شغلة في ثاني خطوة، نربع الطرفين حيث فقط نحذف الجذر وتبقى القيم والارقام كما هي بدون اي تغيير، وهذا هسه راح نلاحظه. راح نقول بي اكس يساوي 2 تحت جذر اي اكس تربيع في سي، البي اكس هي 8 في يساوينا 2 تحت الجذر، الحد الاول هو 4 في تربيع في سي الثابت كونستانت اللي هو مجهول. بعدين هنا راح تصير خطوه التربيع، 8 راح تتربع تصير 64، البي راح يصير في تربيع 2 يساوي 2 راح يصير 4. هنا ايضا مثل ما قلنا الحد الجذر راح ينشال يصير 4 في تربيع في سي، اذا مثل ما قلنا نربع الطرفين حيث فقط نحذف الجذر، اذا راح يصير 4 و60 في تربيع تساوي لنا 4 في 4 16 في تربيع في سي. هنا ايش راح نقول؟ راح نقول سي تساوي 64 في تربيع تقسيم 16 في تربيع، البي تربيع والبي تربيع تروح 14، 64 تقسيم 16 راح يطلع عندي 4. اذا الحد الاخير هو ايش قد طلع عندي؟ 4. اذا راح نقول 4 في تربيع زائد 8 في زائد 4 واللي يساوي لنا 2 في زائد 2 تربيع. وشكرا جزيلا.